رجعنا في من جديد في فير بلاي نحكي على ثنائي نادي صفاقس النيجيري كينغسلي سوكاري وكذلك كينغسلي ايدو. مستقبل الثنائي هذا بعد نهاية عقودهم مع سي اس اس. الكلام اكثر في الحقيقة على العروض اللي وصلتهم من عدد كبير من الاندية سواء في تونس والا خارجها من اندية كبيرة. خاصة تفاصيل كل التوضيح باش يكون من عند وكيل اعمال الثنائي هذا محمود الوداني. محمود اهلا بك. اهلا سلام خويا لاباس. الحمد لله. شنو احوالك انت؟ كل مستمعين مرحبا بك محمود. به تقريبا كما كان متوقع يوم 30 جوان انتهت العلاقة بين سي اس اس والثنائي النيجيري كينغسلي ايدو كذلك كينغسلي سوكاري، زوز من احسن اللاعبين الاجانب اللي لعبوا في سي اس اس وحتى لعبوا في البطولة التونسية. الفريق خسر زوج لاعبين مهمين. تأكد رسميا اللي خرجوا من سي اس اس محمود ساعة ولا نجموا نأكدوا بصفة رسمية انهم غادروا الفريق بتاعنا الفريق بتاعهم الكبير النادي الرياضي الصفاقسي بنهاية العقد 30 جوان 2021. كان فما طلبوكم باش يواصلوا وانتم رفضتوا ولا لا طلبوكم لا وافقتوا؟ لا هو الاتصالات كانت تتذكر اخويا اسلام من ديسمبر الاتصالات موجودة لتجديد العقد هذا معناتها باش الجمهور تاع النادي الرياضي الصفاقسي يعرف اللي لا المدير معناتها حاولوا معناتها يجدوا للاعبين بالطبيعة لكن ما كانش فما إمكانية للتجديد نظرا للديون المتخلفة اللي هي معناتها ما تنجمش تزيد دين على دين معناتها كيفاش يكونوا دونك حتى من بعد معناتها ما جمعت معناتها وقت اللي نهاية كاس تونس وفاة دونك السيد رئيس الفرع معز المسكيري اتصل معناتها باللاعبين وقعد معاهم في اللوكال و دونك الامكانيه في الوقت هذاك في الوقت هذاك كانت فما امكانيه لو توجدت الفلوس لكن الصوم كبيره برشا دونك ديما الامكانيه تنجم توصل حتى للاستحاله خاطر ما يخفاكش اللي 1.3 مليون دينار معناتها متخلد بالذمه فهمت هذوما الزوز هاي سكري 900,000 وايدو 400,000 معناتها صوم كبيره مثلا ما كانش فما حديث مثلا حول جدول الديون والا لا سبيل اليه معناها اللاعبيه صبروا برشا. شو نقول لك هذا مسلسل كبير برشا كان نتاع الجدول نتاع الديون جدولنا فما تروا فواس صارت مع صارت الجدول نتاع نتاع المستحقات نتاع اللاعبين وخاصه انت تعرف اللي فما معناتها معناتها لاعبين في توانسه في النادي الرياضي الصفاقسي اللي وقت اللي صار متخلد بالذمه وقفوا على التمارين معناتها من غير انت تعرف برشا امثله معناتها. لكن اللاعبين واصلوا تدربوا وعطوا ما عندهم ويعطوا يعطيوا ما عندهم لكن حبيت ولا كرهت اذا كانت تلقى معناتها متخلد بالذمه ديما الزوار معناتها استورا بيرسيبي ماهوش كونسونتري معناتها 100% لانه تعرف انت وقت اللي اللاعبين كانوا خالصين خاصه نحكي على السكري كانوا من احسن اللاعبين وخذا بلانز معناتها في نوفمبر كروا وكرموه دونك ديما خاصه الاجانب وديما صغار في السن معناتها تلقى الكونسونتراسيون تاع ناس متغربه وتحب على فلوسها معناتها اذا هذا مش روتار تاع 3 موا ولا 4 موا هذا روتار تاع سيزون قبل هذا هو معناتها. معناها نقولوا نهائيا تطويت صفحه ما نجمش تصير حاجه في اخر لحظات تبدل المعطيات. لا 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 انتهى الموضوع احترام كبير احسن اوقات عداوهم لعبوا للنادي الرياضي الصفاقسي جمعيه كبيره عريقه لعبوا كاس الكاف دونك عملوا اللي عليهم الجمهور يحبهم هما يحبوا الجمهور لعب كيما السكري فات 6.5 سنين في تونس وفي النادي الرياضي الصفاقسي قداش من عرض جاء قبل من الفتح السعودي جاء من القادسيه السعودي جات عروض كبيره لكن خويا هذيك سنه الحياه وانا تنشكر برشا المدربين الكل نتاع النادي الرياضي الصفاقسي الهيئه المديره نجم نقولوا حتى السابقه والهيئه برئاسه المنصف ربي يشفيه دونك هذا هو هذيك سنه الحياه خويا وديما يقعدوا يشكروا في الجمهور نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. باهي زوج من اللاعبيه بالقيمه هذوما اكيد ليبر في حل من اي ارتباط اكيد عندهم اتصالات ونسمعوا حتى من مده سواء في تونس ولا في الخارج. ايفيكتيفمون دونك انت قلتها معناتها موكليلي لاعبين بالقيمه هذه في السن هذاك في الموتيفاسيون خاصه في الدوري التونسي معناتها هذيك دونك ماهمش مستحقين الانتيغراسيون
ماهوش مستحقين معناتها كيفاش يقولوا ادابتاسيون بالنسبه للمتير نتاع تونس، يعرفوا ما لهم وما عليهم. لاعب كيما السكري يحكي معك بالتونسي فهو معناتها فهمتني. دونك توت لي معناتها لي زارغيمون تخلي اللي الجمعيات الكبيره باش تخمم فيهم بطبيعه اوتوماتيكمون، خاصه في القيمه نتاعهم. لاعب كيما السكري توا القيمه نتاعو 700,000 أورو، لاعب كيما كينغسليدو اللي هو كان اغلى لاعب في الدوري النهائي 750,000 أورو، معناتها زي لي ماتش اللي هو لعبهم ماهمش برشا. دونك فما كونتا بروغريسيون مازالت قاعده باش تزيد تصير، وكونسونتراسيون هذا اللي خلاهم يتلقاو برشا عروض. نجم نقول لك معناتها البلدان اللي تلقاو منها العروض بالنسبه لكينغسليدو تلقى من المغرب، تلقى من تونس، تلقى من الامارات، تلقى من السعوديه، وتلقى من تركيا. هذوما البلدان بالطبيعه تونس هذيك تلقى منها. بالنسبه لكينغسليدو اذا كان نستثناو المغرب نلقاو تلقى، وتركيا نلقاو تلقى من البلدان اللي قلت لك عليها. سكري جديد يعني. باهي خلينا نبداو نحكيو على ايدو. اقرب وين سمعنا كلام على الترجي الرياضي التونسي؟ هل موجود هذا ولا؟ ما يخفاش على توا الجمهور التونسي. اللي الاتصالات موجوده، الجمهور يعرف معناتها الكل موضوع بريوريتي كينغسليدو بالنسبه للجمعيات الكبار نتاع تونس. معناتها ما نحبش نحدد الجمعيات الكبار نتاع تونس الجمهوري، لازم نقول لك انا وجمهوري ثلاثه الكبار. ثلاثه الكبار صح، الكل طالبين ايدو، الناس كل طالبه ايدو، ومن حقه لانه اللاعب معناتها هو من بارمي لي ميور، معناتها اذا كان ماهوش من احسن لي زاتاكون اترونجي في البوست نتاعو كومون بوانت، معناتها مانيش باش نعرف به، الناس تعرف اكثر مني على الذكر معناتها. اي الاقرب وين تشوفه، في تونس ولا في الخارج بالنسبه لك انت؟ بالنسبه للاعب حاط بلون ا هو تونس. بلون ا، بلون بي تركيا. تركيا جمعيه كبيره في تركيا، والبلون سي بون حتى مصر، نسيت مصر، بس مصر عنده عرض لازم نقول لك عالمي من ملكي بالنسبه لي هو للقيمه اللي هي توا 1.8 مليون دولار. نجم نعرفوا جمعيه سيراميكا كليوباترا، مبلغ كبير برشا مغري لاي لاعب تقريبا 6 مليارات ها؟ 5.5 هكاك 6 الزون هذيك معناتها. اللاعب يحب التشالنج، اللاعب يحب التشالنج، يحب يلعب كاس رب الابطال، يحب يلعب، يحب يبروغريس، يحب يلعب. الطفل كي بقول بلغتنا اونتر بارونتيز جيعان كوره مازال. مازال جيعان كوره، يحب يوصل. وهذاك الشيء اللي معناتها خلاني ما نكذبش عليك انا كوكيل نتاعو، زاد انسيست اني نحن نزيدوا نمشيو معاه لو ماكسيموم بوسيبل. يعني تو تواتي خويا تو نعديه لك معناتها للجمهور، نعديه تحكي معاه زاده تو تسمع وتو تحس اللي اللاعب جيعان معناتها يحب يزيد، مازال ما وصلش للحاجه اللي يحب يوصل لها. فهمت كي قلت لي يحب يلعب تشامبيونز ليج، معناتها زدت اكدت لي الكلام تاع الترجي موجود، معناها هو اللي داخل بقوه في الصفقه، خاصه انه الترجي يمكن يجوا ماديه ابعد من الاخرين، اقوى من الاخرين ولا؟ والله لازم نقول لك الامكانيات الماديه متساويه تقريبا. نفس اللوفر عاطينه تقريبا، نفس اللوفر تقريبا بالنسبه للثلاثه الكبار. وين واقفه الامور؟ بالنسبه للجمعيات الكبار وين واقفه الامور مال؟ والله وين واقفه شويه ديتاي هو معناتها واقفه في شويه ديتاي بالنسبه. فما جمعيه تونسيه معناتها في تونس مازالت معناتها اللوفر اوفيسيال مازال ما وصلش، فما معناتها دي سيركونستانس صايره في الفريق. بالنسبه للجمعيه الاخرى عطاونا العرض معناتها ديجا بالنسبه اي اللي عرض اللي وصل نجم نقول عليه ولا ما دام فما حاجه اوفيسيال من شكون؟ النجم الرياضي الساحلي. النجم قدمت عرض رسمي، ما زلت تخمم هو كيستيون مش تخمم، هو كيستيون انك تحط لي زوفر سور تابل ومن طون جوار بالطبيعه نحن باش ناخذوا ديسيزيون فينال يا خو جوار. لكن نحن كالوكيل محمود الوداني والوكيل النيجيري كوتش دوفاين نعطيو البوينت دو في نتاعنا نحن اللي هي بالطبيعه باش تتبع التشالنج مش باش تتبع الصوم. بالطبيعه والجمعيه الكبيره الاخرى التونسيه زاد قامت بعرض وعرض ممتاز. فما عرض داخل بار ايتوال وصل رسميا معناها. يوصل معناتها كيفاش نقول لك وصل يستناو في لوكي معناتها. الكلوب. لوكي نتاع اللاعب. جمعية أخرى أسلام خويا تعرف لي الأسامي راني باهي. بالنسبة لسوكري شو عملنا فيه؟
كي تسلسوا كارير كيف كيف معناتها نستناو في العرض الرسمي اللي باش يوصلن. هو تو فما اتصالات اتصالات لازم نقول لك رسمية، لكن العرض الرسمي اللي بعده هو معناتها باش يوصل له كونترا ويصح عليه. هذا واحد. اثنين، نحن قاعدين نحاولوا، ماهيش معناتها كيفاش يقولوا نحن معناتها مكره هنا خاك لا بطل، معناتها انهم يلعبوا الزوز مع بعضهم، هذا حاجه بلو فالي للكيب اللي باش تاخذ انه معناتها يكونوا لاعبين لعبوا مع بعضهم ديما مع بعضهم، حتى في النادي الرياضي السير في الجمعيه الكبيره كانوا ديما مع بعضهم، حتى كي تشوفوهم في ليزونترينمون وفي الخروج من الصاد معناتها الخروج للسيرتيران معناتها تلقاهم ديما مع بعضهم. هذه حاجه تعطي امور سيكولوجيك اكثر، تخلي معناتها الجوارات معناتها موتيفي اكثر، معناتها ما يقعدش معناتها الكلون ليستي بالانجلي، فهمتني معناتها الوحده ولا تسميوها فهمتني. دونك لهنا هو فما بورسنتاج اكثر من 50% باش يكونوا مع بعض. تبقينا اذا كان معناتها ديستان تاع ايدو كان في فريق وسوكري في فريق اخر، دونك اي كومبي. سوكري اقرب للكلوب، نعرف الكلوب مشابثه به ولا؟ والله باش نقول لك بالنسبه للكلوب كنت لي سوكري قبل العرض نتاع النادي الافريقي. وسوكري معناتها حابين وركران اكثر اكسبيريونس من كينغسلي ايدو قبل ايدو فيتونس. صحيح. دونك 5 سنين ونص سوكري يعرف قيمة الفرق ويعرف قيمة الجمعيات الكبيرة فهمتني، ويعرف قيمة جمهورها ويعرف خاصة زاد ماهوش زاد موضوع المال أقرب أنه باش يحدد له الوجهة نتاعو، ماهوش موضوع المال فهمتني. واضح. دونك هذا هو. دونك الزوز أقرب باش يبقى في تونس من الخارج حسب ما فهمت من كلامك. ها بورسنتاج 70%، 70% لكن 30 البرة تنجم تغلب. دونك لهنا الجمعيات بدات تحضر موسم جديد، من هنا لوقتاش تتوضح شويه الامور؟ من هنا ان شاء الله، ان شاء الله وماكسيموم وبليتار 3 في الليل 4 الصباح الجايين، معناها في ظرف اسبوع ان شاء الله. ظرف اسبوع ان شاء الله باش نحددوا الوجهه معناتها نتاع اللاعبين. محمود الوداني وكيل اعمال الثنائي النيجيري كينغسلي سوكري وكينغسلي ايدو الثنائي السابق السي اس اس حسب ما اكد لنا محمود توا، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل. ميرسي عايش خويا. دونك مازلنا مواصلين في فاير بلاي حتى للخمسه نتاع العشيه، موسيقى الاخبار وبعد راجعين.